رمضان. يعني استاذ احمد ايه المبادره اللي انت عملتها و... هي كان سببها ان كان في حد بيتحرج ياخد حاجاته والكلام دوت، فحصل كذا موقف، فاحنا كان ده السبب ان احنا عملناها. منع الاحراج لاي حد، فاللي محتاج حاجه بياخدها من غير ما يقول، منع ان يبقى في عملاء واقفه يتحرج والكلام ده. تمام. فبياخد حاجته ويقول لنا فبيمشي. المبادره بقى كانت عباره عن ايه بقى؟ من ناحيه عباره عن انتوا مخصصينها لايه بالظبط يعني؟ لا، لمرضى السرطان، اي حد محتاج عامه يعني، بس الاولويه لمرضى السرطان والناس اللي بتبقى جايه من مستشفى 57، وبالذات اللي جايين من المحافظات اللي نقدر نعمله معاهم بنعمله، لاننا موافق قليل وكده برضو يعني. تمام كده. ويبقى في ناس جايه من سفر والكلام ده، فيبقى ظروفها صعبه اللي بيحصل ده كله، فبنحاول نعمل معاهم على قد ما بنقدر والكلام ده. سبب خلاك ان انت تعلن المبادره دي؟ كان حد جاي ومعاه طفله، والطفل ده شبت في حاجه واتحرج ياخد اي حاجه، فكان سبب احراج، فده كان سبب ان احنا عملناه عشان نشيل الحرج من اي حد. يبقى هو شاف اليافطه فما بيبقاش فيه اي احراج، فبياخد اللي هو عايزه ويقول لنا خدنا كذا، وبياخد ويروح ماشي على طول. احنا بنشيل الحرج بس من الناس والكلام ده. اي حد ايا كان انتوا مثلا بتبقوا عارفين، بس احنا مش هنحوش حد. دي حاجه بتاعت ربنا، اللي عايز حاجه ياخدها. تمام. مش اكتر من كده. الناس بدات تتعامل معاكم ازاي بعد المبادره دي؟ عادي، كان حصل ان في ناس عايزه تتبرع، واحنا منعنا طبعا، منعينه اي تبرعات، وما ناخدش اي حاجه من حد خالص. بس عادي، اللي عايز حاجه بياخدها ومفيش مشكله. ومعايا برضه اخويا اسلام بره، وعمل نفس الحوار، نفس المبادره برضه، نفس المبادره، وعاملينها معانا في اي حاجه. بس لكن ما بنحش حاجه من حد، واللي عايز حاجه دي حاجه. سرطان دايما بيبقى اقرع ومفيش شعر والكلام ده وكده، وبيبقى باين عليه الحاجات الكيماويه والحاجات دي، فبيبقى باين قوي. بس واحنا ما بنسالش، انت قلت انا عندي كذا، فانت شيل الوزر او شيل الذنب. طب سيبها انت لله يعني. بس كده. فانت شيل الذنب، انت قلت انا عندي كذا، فانت شيل الذنب، ودي حاجه مش بتاعتنا بقى. بس احنا مش دكاتره عشان نكشف ونعرف انت عندك ولا ما عندك. في اي مواقف تانية مثلا حصلت معاكم؟ لا، هو ده كان اكبر موقف يعني. هو بيبقى فيه حاجات كتيره طبعا، الناس بتبقى منع الاحراج يعني، من ساعه اليافطه ما ركبت منعت الاحراج عن ناس كتير، او قللت الاحراج يعني ليهم يعني، بالذات الناس اللي هي طبعا ظروفها في الايام اللي احنا فيها ديت بتبقى ظروفها مش كويسه. فطبعا احنا على قد ما نقدر نعمل بنعمل، لكن احنا ما بنسالش حد انت عندك ايه، احنا بس بنشيل الحرج عن الناس. بتسيبوه يشيل اللي هو عايزه او ياخد اللي هو عايزه؟ هو بصراحه الناس يعني ما بتفكرش، هو الطفل بياخد اللي هو عايزه وخلاص، من نفسه فيه وخلاص. وبيعرفك بس ان انا خدت كذا؟ هو بياخد الشنطه، ياخد اللي هو عايزه، يحطه وخدت كذا خلاص. طبعا احنا شفنا مشاكل كتيره وحصل حاجات كتيره، من الناس كانت بيجي يقول لي معايا كارنيه ومش معايا كارنيه، فاحنا في الوقت ده بصراحه يعني اللي كان يجي يعمل كده، فانا كنت سايب خبر هنا اقصى حاجه 20 جنيه مثلا، يقول لك ايه اللي انت شاكك فيه والكلام ده. يبقى 20 جنيه وخلص الحوار. لان كان في ناس بتعدي يعني. طبعا كان يجي الكارنيه والكلام دوت. تمام. بعد كده بقى، بعد ما تم بعد كده بقى الموضوع عادي، والناس حست بالموضوع مفيش مشكله، وبقى فعلا الناس هم اصحاب الحاجه، هم اللي بياخدوا الحاجه. هم اللي بيطلبوا. بس. انتوا عاملينها مثلا غير البيع المجانا؟ هو في موضوع الكمامات، يا ريت الناس كلها تعملها، احنا عندنا الكمامات مجانا لاي حد طبعا يطلبها، عشان نلغي موضوع الفيروس ده، ويكون ربنا يقدرنا نبقى سبب من الاسباب. انتوا عارضين الكمامات مجانا هنا؟ تمام. اي حد محتاج كمامه، السواقين، الناس العاديه، اي حد محتاج كمامه بياخدها عادي جدا. حد محتاج كمامات لاماكن ثانيه بنديله عادي، مفيش مشكله عندنا في موضوع الكمامات خالص. ده بالمجان؟ بالمجان. في ناس طبعا ممكن نسيب جنيه 2 جنيه عادي، مفيش مشكله، منع الاحراج ولا عادي، اللي عنده سام عادي. ولكن احنا عارضينها مجانا، وكاتبين ان هي مجانا لاي حد، واللي عايز ياخدها مسجلين ده ان هي مجانا كده اليوم. تمام، وكاتبين الكلام دوت، واللي عايز ياخدها مفيش اي مشكله، بحيث الناس كلها تحافظ على صحتها، ويبقى في امان ومفيش اي مشكله.